هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. من قتل ولد المعراف؟ يوم عثر على جثة ولد المعراف في أطراف قرية ولد الدكاك، لم يساور أحدا من أهلها شك في أن الفاعل هو عبد الواحد الخزاني. كثيرون من بينهم كانوا شهودا على مواجهة ساخنة بين ولد المعراف بوسلهام وعبد الواحد الخزاني، يقولون إن تلك المواجهة هي أصل العداء الذي قام بين الاثنين. ذاك الخميس 22 من أكتوبر من العام 98 900 وألف، تقول الرواية المتداولة بين سكان القرية إن أحدهم جاء إلى عبد الواحد بينما كان في مقهى القرية وأبلغه بأن ولد المعراف اعترض سبيل شقيقته وعاكسها. نهض عبد الواحد من مكانه دون أن يسأل من جاءه بالخبر عن أي تفصيل. مضى جهة البئر، كان ولد المعراف هناك، تقدم منه وصفعه بقوة. الذين حضروا ومنهم ذاك الذي جاء بالخبر إلى عبد الواحد أيقنوا أن حربا حقيقية بدأت. لم يجرؤ أحد من قبل على التصدي لولد المعراف أو تحديه. أهالي القرية يتحاشونه ويتقون شره. مع مرور الوقت صار الرجل الثلاثيني المغرور ببنيته القوية يظن أن لا أحد يقدر عليه. البئر مكان يلتقي حوله أهالي الدوار، كبيرهم وصغيرهم، نساؤهم ورجالهم. ها هو ولد المعراف يصفع أمامهم اليوم. ما أجج غضبه أكثر أن عبد الواحد الذي لا يكاد يسمع له صوت في القرية ظل واقفا أمامه في تحد غير مسبوق. من وقوف في أماكن خلف عبد الواحد جاءت ضحكات مستفزة. لم يدم تريث ولد المعراف سوى تلك اللحظات التي استوعب فيها أن الذي أمامه صفعه وأنه لم يكن في حلم. تقدم نحوه وأمسك بثيابه، أوقعه أرضا. كان كثير من زبناء المقهى قد وصلوا لما علموا بتلك المواجهة، لعل فيهم من ينتظر من سيغلب ليعلن له ولاءه أو ليعيد ترتيب أوراقه. حاول عبد الواحد أن يقاوم، وجه بضع لكمات جهة وجه ولد المعراف الذي استطاع أن يجلس على صدر عبد الواحد. كان اللكم والصفع، وفي دقائق معدودات صار عبد الواحد بلا حراك على الثرى وقد اتسخت ملابسه بالوحل. لما انصرف ولد المعراف تقدم رجل من القرية ونضح وجه عبد الواحد بالماء. كان الدم يغطي وجهه، بحاجبه الأيمن جرح ينزف بينما بدأت تظهر الكدمات، حول عينيه زرقة. ساعده الرجل على الوقوف وأوصله إلى منزله. منذ إذن لم يعد عبد الواحد يأتي إلى المقهى. عاده بعض من أصدقائه القلائل، ثم علم أنه وجد عملا في سيدي سليمان واستقر هناك رفقة والدته وشقيقته، تلك التي حاول ولد المعراف الاعتداء عليها. مرت 3 سنوات على تلك الوقائع التي كانت معركة أكد فيها ولد المعراف سطوته وقوته. خاب أمل الذين كانوا يودون لو أن عبد الواحد لقنه درسا ولم يكونوا قلة. في مطلع أكتوبر من العام 2001 جاء عبد الواحد إلى القرية يريد ترتيب موسم الحرث مع شريك له هناك. وقد لاحظ الذين التقوه أن بنيته الجسمية تقوت وأنه صار شابا مهابا. أسر لأحد أصدقائه القدامى بأنه منذ أن استقر في سيدي سليمان صار يتردد على ناد لرياضة الكاراتيه، وقال لشخص آخر إنه يرتب عودة قريبة إلى الدوار ليأخذ بثأره من ولد المعراف. في شتاء ذلك العام في 9 يناير اكتشف أحد المزارعين جثة في ساقية على جانب الطريق على بعد 2 كيلومتر من الدوار،
وسرعان ما تبين أنها جثة بوسلهام ولد المعرف. سرى الخبر في الدوار وكثرت الروايات وتباينت، وقيل إنه كان مذبوحا، وقيل إنه شنق حتى الموت، وزعم أحدهم أنه كان مكبل اليدين والرجلين. لا شيء من ذلك ورد في تقارير الدرك، ولكن تقرير الطبيب الشرعي رصد كسرا بمؤخرة الجمجمة، ورجح أن يكون نتج عن سقوط على حافة درجة سلم أو عن ضربة قوية صوبت بدقة وإحكام إلى المكان. الثرثارون من أهل الدوار قالوا إنهم لا يرون قاتلا لولد المعراف غير عبد الواحد الخزاني، ونقل أحدهم لمحققي الدرك ما سمعه بشأن نية عبد الواحد العودة إلى القرية لينتقم. في الشهادات التي استقاها رجال الدرك ورد ذكر لوقائع تلك المواجهة الساخنة بين ولد المعراف وعبد الواحد. كل الشهادات والأقوال تقوي الظن بأن عبد الواحد انتقل إلى الفعل وانتقم، غير أن لا أحد رآه في الدوار منذ أكتوبر. قال صاحب المقهى إن ولد المعراف جاء إلى المقهى عصر اليوم الذي سبق اكتشافه ميتا على بعد كيلومترين من القرية، وإنه كان سكرانا. جلس إلى مجموعة من الرجال كانوا يلعبون الضامة، ظل صامتا ولعله تبادل بضع كلمات مع أحدهم ثم انصرف. ما لا يمكن استثناؤه من الفرضيات أن يكون عبد الواحد جاء إلى القرية وانتقم من ولد المعراف وقتله وألقى به حيث تم العثور عليه. كان ذلك يقتضي أن تكون له سيارة أو أن يكون استدرج ولد المعراف إلى ذلك المكان البعيد عن الأنظار. لما طرق المحققون باب عبد الواحد في دوار الورقة لم يجدوه. قالت أمه إنه سافر إلى الدار البيضاء قبل 3 أسابيع، ثم سألها الباحث إن كانت علمت بمقتل ولد المعراف، قالت إنها لا تعلم، ثم بعفوية لا تخفى أضافت إن كان قتل فقد استراح منه الدوار. ثم لما سألها الباحث حكت له قصة محاولته الاعتداء على ابنتها والمواجهة التي وقعت بينه وعبد الواحد والتي كانت سببا في رحيلها وأسرتها إلى سيدي سليمان. عاد عبد الواحد بعد أسبوع، وجد في انتظاره استدعاء من مصلحة الدرك في سيدي سليمان، وقد حكت له أمه عن زيارة ذلك الباحث وعن مقتل ولد المعراف. كل ما قاله أن ذلك الوغد نال ما يستحق. تصر عائلة ولد المعراف على أن قاتل ابنها هو عبد الواحد، وتترقب لحظة القبض عليه. وقد فوجئ عبد الواحد غداة استئنافه عمله في سيدي سليمان بوجود شقيق لولد المعراف في باب المعمل. لم يكن لديه أدنى شك في أنه جاء يترصده، لأنه يظن أنه من قتل شقيقه بوسلهام. تراجع عبد الواحد إلى الداخل وغادر المعمل من باب ثانوي. أبلغ والدته بأن أولاد بومعراف يلاحقونه وأنه قرر الاختفاء عن الأنظار لبعض الوقت. في الغد جاء الذي كان يترصده في باب المعمل يسأل عنه في البيت. صرفته أمه دون أن يحظى منها بخبر. على مدى الأيام الثلاثة التي تلت شاهدته يحوم حول المنزل. كان عبد الواحد مترددا في الحضور إلى مركز الدرك، لعله كان خائفا من أن يقبض عليه. يعلم أن أهل قريته يأتون إلى سيدي سليمان لشراء معدات فلاحية وأدوية وأشياء أخرى. يريد أن يعلم تفاصيل مقتل عدوه الأول ولد المعراف. ثم ذات ضحى بينما هو في وسط المدينة بصر بذلك الذي جاءه بخبر تحرش ولد المعراف بشقيقته، اسمه مختار ولكنه يعرف بكنيته عتريس. مشى نحوه ولما كان على بعد خطوات منه ناداه: عتريس. يعلم أن لا أحد يعرف كنيته تلك إلا أهل القرية. التفت وما أن رآه حتى صاح: عبد الواحد. عانقه بحرارة. دعاه عبد الواحد لشرب كأس شاي في مقهى قريب. بدا سعيدا لمقتل ولد المعراف، وقد أسرف في نعته بشر النعوت والتذكير بما كان يمارسه على الضعاف من سكان الدوار من ظلم واعتداء. ظل عبد الواحد ينصت صامتا. علم من عتريس أن ولد المعراف مات سكرانا. قال إنه أمضى ليلته الأخيرة في منزل بدوار المسعدة، دنا منه وكأنه يريد أن يخصه بسر لن يعلمه أحد غيره، ثم قال:
كان في جلسة حضرتها فتيات جيء بهن من سيدي سليمان. كنت أعرف إحداهن وقد أخبرتني بأنها ستمضي تلك الليلة مع ولد المعراف. أضاف أنها أسرت له بأنها ليلته الأخيرة. وهل كان لديها حساب معه؟ لست أدري، قال عتريس. لعله لم يرغب في الذهاب أبعد من ذلك. ثم سأل عبد الواحد إن لم يكن سعيدا بنهاية ذلك الوغد. لقد نال جزاءه، لم يضف إليها عبد الواحد كلاما آخر. الذي يعلمه قلة من أهالي الدوار أن عتريس مختار كان يقرب إلى ولد المعراف من جهة أمه، كان ابن خال له، وقد توفي والده ولما يكن هو قد تجاوز السنتين، ثم تزوجت أمه وتاه في صباه بين بيوت الأقارب. ولما بلغ سن الرشد مضى ذات يوم إلى عمته أم بوسلهام يطالبها بنصيب فيما يرثه عن والده. سوفت عمته وماطلت، ثم ماتت ولم يحصل على ما يريده. ثم جاء يوم فاتح فيه ولد المعراف في ذلك الموضوع، فكان نصيبه أن ضربه حتى كاد يزهق روحه. منذ إذن لم يعد عتريس يحدث ذكرا عن نصيبه من الإرث. قليلون هم الذين كانوا يعرفون تلك القصة، ولكن المحققين في مقتل ولد المعراف صاروا من الذين علموا بها. بعد بضعة أيام تم القبض على عتريس، ولقد استغرب الناس في القرية أن يكون ذاك البئيس متورطا في قتل ذاك الذي كانت تهابه القرية. توصل المحققون إلى أنه كان مع اثنين آخرين على متن سيارة رصدت في أطراف القرية ليلة 8 إلى 9 من يناير، وقد اتضح أنهم حملوا على متنها جثة ولد المعراف بوسلهام وألقوا بها هناك في تلك الساقية. اعترف عتريس أنه أغوى واحدة من تلك الفتيات اللواتي جيء بهن من سيدي سليمان بدس سم قاتل في كأس ولد المعراف. التحق بها في ذلك المنزل بعد أن أيقن أن الخمرة قد لعبت بالسمار. ولما أبلغته بأنه فقد وعيه دلف إلى الغرفة التي كان فيها، كان مستلقيا على وجهه، ضربه بقوة على مؤخرة رأسه بعصا غليظة. لما مات بدا صاحب المنزل في حيرة، فكان أن وسوس له عتريس بأن يحملوه ويلقوا به في أطراف قريته. اعترف للمحققين أنه ما أشار بذلك إلا ليقينه بأن أصابع الاتهام ستشير بلا تردد إلى عبد الواحد الخزاني. ظن أنه كان قد أتقن الفخ لما أشعل فتيل العداوة بينهما حين جاء عبد الواحد بنبأ تحرش ولد المعراف بشقيقته. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.